السلام عليكم متابعينا الكرام، النهارده جايين بالقنوات المجانيه الناقله لمباراه نهضه بركان والزمالك في نهائي كاس الكونفدراليه. قبل ما نتعرف على القنوات دي يا ريت نضع اللايك والاشتراك في القناه ونصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وعن تردد القناه المجانيه المغربيه الناقله لمباراه الزمالك ونهضه بركان وتردد تقارير صحفية حول الإعلان عن تردد قناة المغربية الرياضية والتي تتواجد على النايل سات، وقد تذيع المباراة المقامة بين الزمالك ونهضة بركان حيث تبث مجانا، فيما تعتبر القناة تقوم بإذاعة المباريات المحلية بالمغرب، كما تذيع لقاء مباريات كأس الأمم الأفريقية وعدد آخر من المباريات المميزة والمهمة. وعن تردد القناة الرياضية المغربية عن نايل سات، تردد القناة هو 11476 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 4/3. وعن تردد قناة بين سبورت 6، أعلنت قناة بين سبورت 6 عن حصولها على حقوق البث للقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في مباراة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو الجاري على استاد البلدي ببركان. بتمنى التوفيق للفريقين، مشاهدة ممتعة لحضراتكم، نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد.